سي ماهر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ خالد أخابة. شفنا واحد شفنا واحد التدوينة ديالكم على حائط الفيسبوك كتكلم بها أو كتنبه فيها المجلس البلدي بخصوص خفاف رمضان. خلفية ديال هاد التدوينة هادي. نعم أخ خالد، في البداية يعني رمضان كريم، كنتمنى لي يدخل لكم بالصحة والسلامة على عليكم وعلى العائلات ديالكم وعلى الساكنة المدينة المحمدية. بالفعل يعني أنا طرقت في واحد التدوينة خاصة بي على الحائط الفيسبوكي ديالي، كان كد فيها على أن في إطار يعني المساعدات اللي كيقدمها المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بخصوص رمضان شهر رمضان الكريم، أن القفاف خاصها تكون في المستوى المطلوب يعني، وتكون يعني المحتويات ديالها متنوعة يعني باش ندخلوا الفرحة والبهجة للساكنة مدينة المحمدية في إطار المساعدات. ما بغيناش يتكرر السيناريو ما وقع يعني أثناء الدخول المدرسي، لأنه كانت خصات جماعة المحمدية واحد الدعم مدرسي، لكن للأسف كان دون المستوى، صراحة دون المستوى، بحيث أنه كان تحدد فقط في 20 دفتر في موضوع عفصاك بلاستيكي، وكتعطى بواحد الطريقة يعني مهينة، هي صراحة مهينة، لأنه ملي كيجي عندك الشخص في حاجة ماسة كتقول له راه كاين واحد الدعم من طرف المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، كما قلت لك في إطار كمثال يعني الدعم المدرسي، هو في المخيلة ديالو غادي تكون واحد الحقيبة متوفرة على واحد ينتخوس وأدوات مدرسية وكذا. فإذا بحنا كمستشارين تفاجئنا بعشرين دفتر يعني واحد كما كيقولوا واحد لاكاليتي اللي ضعيفة بزاف، وموضوع يعني في كيس بلاستيكي، لأنه درجة أنه حشمنا، أنا بعدا كنتكلم على نفسي، أننا حشمنا أننا نمدو السكينة يعني بهذيك الأكياس البلاستيكية المملوءة ب 20 دفتر. لهذا أنا كنبه المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على أنه إلا كانت غادي يتم توزيع ديال هذه القفاف الرمضانية خصها تكون يعني قفاف في المستوى المطلوب وتلبي نوعا ما الحاجيات ديال الناس المحتاجين. غير للأسف على حساب واحد المعلومه اللي وصلتني الان، هو ان الاستفاده ما غاديش تكون في بدايه رمضان، يعني غادي تكون ربما حتى النصف ديالو، وهذا شويه كيأثر يعني حبذا. كنا كنتمناو انه تكون يعني الاستفاده في البدايه او في الاسبوع الاول ديال رمضان، لانه الناس في حاجه ماسه مثل هذه المساعدات. واخا نتهزوا الفرصه معك الاستاذ ماهر، ونبغيو تكلم لينا على السؤال القديم الجديد. نعم. على التسيير ديال جماعه المحمديه زهاء سنتين الان من التنصيب ديالها. ما سمعتش تعطينا التقييم ديالك على التسيير ديال جماعه المحمديه خاصه مع سنتين ديال التسيير. هو التسيير كيف ما كتشوف هو انه داكشي راه واقف سي خالد، انه داكشي راه واقف انه داكشي راه واقف يعني وضعية كارثية. وكما كتعرفوا انه المدينة، انتم راه خير العارفين ومتتبعين الشأن المحلي لمدينة المحمدية، ان المدينة كتعاني الكثير والكثير. ما كاينش، كنا كنتمناو ان تكون واحد الدفعة جديدة، خصوصا وان يعني الحزب اللي كيسير المدينة الان هو محسوب على رئاسة الحكومة وعنده أغلبية برلمانية، ورئيس المجلس الجماعي عندنا حتى هو ايضا برلماني. كنا كنتمناو انه غادي تكون واحد السيوله واحد، ولكن ما كاينش صراحه سنتين ما كاينش. كيف ما كتشوفوا ان البرامج ديال الدورات كنستغربوا فيها انها ما كتستهدفش مباشره ساكنه مدينه المحمديه والحاجيات ديال المدينه، هي فقط جات من اجل فقط تصريف مال العام، هذا هو الاساس. إذا إلى أين تسير، سؤال قديم جديد أيضا، نعم، إلى أين تسير جماعة المحمدية في السنوات ما تبقى من؟ لا، اللي كيبان لي خالد ما كاينش واحد مخطط استراتيجي من أجل يعني مدينة المحمدية، وواحد رؤية مستقبلية من أجل يعني النهوض بهذه المدينة هذه. كما قلت لك أن جدول الأعمال الخاص بالدورات اللي كدوز في واحد مجموعة النقاط، يعني كدوز في واحد مجموعة النقاط اللي
ما عندهاش تاثير على السكينه مباشره، سمعتيني، ما كاينش تاثير على السكينه مباشره، هي جات فقط واحد المجموعه، كنشوف واحد المجموعه ديال الشركات جات من اجل تصريف المال العام. هذا هو اللي كاين. نعم اخي. السي سهيل السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. مرحبا مرحبا. واش نقدر نقول السي سهيل ماهر على انه يعني الجلسات اللي كتمر فيها الطوارئ ديال المجلس الجماعي لمدينه المحمديه هي كتكون مثلا يعني نقطه الضوء الوحيده اللي كنشوفوا فيها يعني هذه المجلسات؟ والحمد لله، يعني احنا يعني حزبنا حزب البيئه والتنميه والمستدامه كيقوم بالدور ديالو داخل المعارضه وكيوصل الصوت ديال السكينه، والحمد لله هذا خلى واحد الانطباع واحد الصدى محمود داخل سكنه مدينه المحمديه، لاننا حنا كنطلقوا واحد الغيره على مدينتنا، وجينا مادام انه السكينه وضعت فينا الثقه والا جينا باش نخدموها. للاسف كما قلت يعني انه رئيس المجلس الجماعي لمدينه المحمديه او المكونات ديال المجلس ديال الاغلبيه عندها جميع الظروف المتاحه يعني باش تشتغل. خير دليل حتى عندنا فائض ديال 11 مليار كنا كنتمناو ان يتم البرمجه ديالو وتكون يعني ودورات تناقش واحد المجموعه كما قلت النقاط اللي حساسه وجوهريه وكتمس المواطن الافضلي. دابا اي مواطن تلاقيتي به كيقول لك ها هما دابا يعني داخل ديال سنتين ما كاينش الجديد، بالعكس المدينه غير كتزيد تدهور. وخاصك تعرف واحد المساله خابه هو انه كل العامل الزمان حتى هو كيلعب الدور ديالو، يعني الا كانت عندنا واحد 50% ديال الاضرار ملي كتزاد سنه على سنه راه كديفلوبا ديك الاضرار وكتوصل 70 حتى 80 واحد المجموعه ديال القطاعات وديال المجالات. طيب باش نكونوا موضوعيين. نعم. تقريبا هذه واحد 15 يوم كنشوفوا التزفيت ديال عدد من الازقه والشوارع بمدينه محمديه. مزيان. واش هي كانت مبرمجه من قبل او لا؟ هذه اوتوماتيكيا كتكون، سمعتيني، اوتوماتيكيا هذه العمليه ديال الزيت بعض يعني انها هذه يعني كما كنقولوا باش نوضحوا السكينه هذه بحال كتدخل في اطار العرف ديال المجلس الجماعي. كتكون مخصصه لها هذه ديجا مخصصه في اي مجلس كيجي كتكون ديجا مخصصه له هذه الامور هذه. وللاسف اللي لاحظت بغيتي تقول ماشي اجتهاد؟ لا لا ماشي اجتهاد، لا ما كاين حتى شي حاجه جديده باش تكون معك واضح. لا باش تكون معك واضح الاخ خالد. ما كاينه حتى شي بصمه جديده من طرف المجلس الجماعي. ربما الداخليه على المجالس الجماعيه. لا ماشي دابا غنعطيك واحد المسائل، واحد مجموعه المواضيع اللي تطرقنا ليها داخل يعني اللي جا بها المجلس الجماعي من خلال جدول الاعمال ديال الدورات، ما كايناش واحد البصمه جديده ديال المجلس الجماعي الحالي. كان واحد مركز التصفيه ديال القصور الكلاوي، هذاك كان برمج في يعني في 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 المجالس السابقه. من غير هذا الشيء ما كاينش شي برنامج كما قلت اللي كيمس السكينه ديال مدينه المحمديه في احتياجات ديالها. يعني دابا السكينه ديال المحمديه كتشوفكم فقط في الدورات. نعم. ما كيكونش عندكم شي اجتماعات مع السيد الرئيس يعني معارضه؟ لا شوف احنا التشاور. كنا كنتمناو انه يتم الاشراك ديالنا رغم اننا في المعارضه. نعم. يتم الاشراك ديالنا في اتخاذ اجراءات ولا، ولكن الغريب في الامر وكما لاحظتي ان بعض المكونات ديال الاغلبيه حتى هي داخل المجلس الجماعي لمدينه المحمديه كتقول لك لا يتم اشراكنا في جدول الاعمال، بمعنى ان حتى هذاك التحالف ديال الاغلبيه هو واحد التحالف اللي هش. وخير دليل هو انه بعض الاخوان داخل الاغلبيه هما مشكورين. نعم. عبروا على الاستياء ديالهم وعلى المواقف ديالهم وعلى عدم رضاهم للتسيير والسياسه الانفراديه ديال السيد الرئيس مجلس الجماعي لمدينه المحمديه. يعني حتى التدبير ديالو داخل الاغلبيه وداك التوافق اللي خصو يكون داخل الاغلبيه ما كاينش. هذا كيوضع لنا واحد العلامة ديال الاستفهام كبيرة. كيف يعقل لأنه رئيس أنه غادي 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 يعني غادي ينجح في التسيير ديال المدينة وما كاينش حتى توافق بينه وبين الأغلبية ديالو؟ هو كيآمن بديك السياسة الانفرادية، وخير دليل هو أنه قال لهم قال بعض المكونات ديال الأغلبية بكم ولا بلا بكم أنا غنسير مدينة المحمدية. يعني هذا دليل قاطع على أنه يعني تشبت بالسياسه الانفراديه ديالو في مدينه المحمديه، وهذا ما غادي يوصلوا الا يعني ما غاديش يحقق واحد النتيجه المباشره ولا ايجابيه لساكنه مدينه المحمديه. طيب انت كعضو في جماعه المحمديه واحد الرساله. نعم. مباشره للسيد الرئيس؟ لا يعني ما نصيفط له في الرسائل، وربما انه كل ما صيفطنا له الرسائل هذا الا هو كيتعنت. يعني انا كنحمل المسؤوليه التاريخيه وكنحمل المسؤوليه على اساس انه كما قلت لك عنده جميع الوسائل المتاحه باش انه يشتغل في راحه تامه ويدبر الشان
يعني الشأن المحلي لمدينة المحمدية، إلا أنه هذه قناعته بأنه كيشوف هذيك هي الطريقة الصحيحة في التسيير، رغم أنه كنسجل أيضا الغياب التام ديالو في الجماعة، وأيضا عدم يعني شنو كيسير الجماعة؟ والله ما عرفنا السي خبا صراحة، ما عرفناش اللي كيسير الجماعة، وأكثر من هذا ما غياب التواصل مع الساكنة، يعني جرى العرف داخل مجلس الجماعات أنه كيتخصص واحد اليوم ديال استقبال ديال الشكايات ديال الساكنة ومناقشة ديال واحد مجموعة ديال الأمور معاهم. عندنا واحد المؤسسة ديال تكافؤ الفرص، يعني اللي أيضا حتى هي مهمشة وهي غير حبر على ورق. كاين المجتمع المدني ما كيتمش الإشراك ديالو في واحد مجموعة الفعاليات، يعني كاين واحد العشوائية في التسيير. وكما قلت لك الخير داري في هذا هو انه جدول الاعمال اللي كيجي به المكتب ديال السيد الرئيس هو كيقتصر فقط على واحد المجموعه ديال الشراكات من اجل فقط التصريف ديال المال العام، وايجاد يعني كيوجدوا قنوات فين يصرفوا الفلوس. وكنشوفوا ثاني تل لا كلشي ما كاينش مدينه متوقفه تماما في جميع الجوانب. وانتم راكم كتتبعوا يعني تدبير الشأن العمومي المحلي، لا انشطه ثقافيه في المستوى، لا يعني شي مشكل ديال الكلاب الضاله. المشكل ديال الكلاب الضاله مزيان طرحتي هذا السؤال، هذا هو باقي غنعيشوا هذه الاشكاليه لواحد سنه ولا سنه ونصف، لان حنا في الطورة لانه غادي تكون واحد الشركه اللي غتقدر تكلف بهذا. حنا شوف حنا راك شتي النقاش كيفاش كان في الدوره، وقلنا علاش غادي نضيعوا هاد لاصون كامله ديال الفلوس، حبذا لو اننا يكون عندنا واحد الاجتهاد محلي ديالنا. عندنا الحمد لله موظفين ديالنا، الجامعه كتوفر على ازيد من 642 تقريبا موظف، نخصوا واحد جزء منهم واحد 10 ولا 15 ولا حتى 20 موظف، ويعني يكون واحد الاجتهاد محلي من طرفنا ونمكنوهم من الامكانيات ويقوموا بهذا العمل. دابا هاد الشراكه اللي جا بها السيد الرئيس مع الشركه المختصه، يعني باش تفعل خصها واحد سنه ولا سنه ونصف، لانه مساله كتخص المستوى ديال الجهه ديال الدار البيضاء. وبالتالي انا كنقول ساكنه المحمديه راه غادي تبقاو تعانيو من الكلاب الضاله واحد سنه ولا سنه ونصف، هذا هو الاشكال اللي كاين. في حين ان هذه الظاهره هذه خصها واحد الحل فوري واني، كان علينا نقصاني واحد ثلاثه السيارات مجهزه يعني بجميع الوسائل، هذا كيف ما كدير واحد مجموعه ديال 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 الجماعات المحليه المجاوره. وخير دليل هو انه احد الاخوان يعني في مشكورين، احد المستشارين ديال جماعه تطمليل بالصدفه تلاقى معايا وقال لي علاش استاذ ماهر ما ديروش هذه المساله هذه كما درنا حنا في تطمليل، يعني كانت بادره من طرفنا حنايا وشاركنا المجتمع المدني يعني وتمكنا من حل هذه المعضله. لكن للاسف ما فهمناش يعني كنوضع واحد العلامات استفهام، رغم ان هذه الشركه اللي باغا تجي عندنا المحمديه عندها مشكل على مستوى الدار البيضاء فيما يخص السيارة. لا الا رجعنا معك شويه لورا سي سهيل ماهر، لانه الرئيس كان كيهضر على المشكل ديال الاناره، وكان دار واحد برنامج عطاه للشركه ديال اليداك دير لي واحد لاس يعني مدينه المحمديه. انت كيفاش كتبان لك الاناره هنا داخل مدينه المحمديه؟ شوف الاناره حنا كنعانيو بصراحه، ماشي غير حنا، حتى الناس اللي خارج مدينه المحمديه يعني عندهم هذه الملاحظه، كيقول لكم عندكم مستوى ديال الاناره ضئيل جدا، يعني حتى السائقين ديال السيارات ولا الدرجه الناريه كيعانيو، ليكليراج بوبليك ضعيف بزاف. حنا كنا كنتمناو انه يجي، وصراحه هذه النقطه هذه كنت كنتمنى تدرج يعني في الدوره السابقه، لانه جبنا واحد الدراسه محكمه وجبنا واحد مجموعه امور، واذا كان شي مشكل مع اليدك نطرحوه ونناقشوه في الجماعه. بحال هذه المواضيع هذه مهمه خاصها تناقش، فهمتيني؟ هذا مشكل، هذا مشكل مهم خصنا نجيبوه وخصنا نحطوه في يعني في في في, في المكتب ديال المجلس الجماعي، وتم انه يتدرج في دوره من الدورات ويتناقش. الا كان المشكل مع المؤسسه ديال ليداك ناقشوا، راه حنا عندنا سلطه تقريريه كمجلس. للاسف انه ما كايناش واحد الجراه في اتخاذ القرار ووضع واحد المجموعه ديال الملفات النقاش اللي وهو خصو يخرج ويوضح للساكنه، يقول لهم مثلا راه عندنا مشكل مع ليداك ولا عندنا مشكل مع واحد جهه معينه، واشنو كاين واشنو كاين واشنو كاين في اطار التواصل مع هذا مع ساكنه طيب مدينه محمد. يخرج يوضح، بزاف ديال المواطنين كيقولوا علاش بالضبط السي سهيل ماهير
هو اللي كيخرج دائما يعطي توضيحات وتفسيرات. لا حنا شوف حنا الحمد لله كنقوموا بالدور ديالنا داخل المعارضه، سمعتيني؟ لو كنا حنا في المسؤوليه ولا تحملنا المسؤوليه غادي يكون عندنا واحد اهم حاجه هو التواصل مع السكينه. دابا انا كنقول لكم دابا كاينه بوابه خاصه بالمجلس الجماعي ما كتنشر فيها حتى شي حاجه، وهذا كيعبر على المستوى ديال العمل ديال جماعه المحمديه. فقط بعض الاعلانات اللي كتخص المسائل الاداريه راك شتو، يعني سميتو راك شتو الانشطه اللي دارت في 8 مارس بخصوص اليوم العالمي للمراه كانت محتشمه جدا جدا جدا. اكيد الشيء الجميل فيها هو ان الرئيس يعني حضر لبعض الانشطه ديال 8 مارس. الانشطه ديال 8 مارس علاش حضر؟ الجمعيات كنهضر لهم السيد الرئيس. علاش حضر؟ لا هذوك عمل ديال الجمعيات، انا كنهضر على البرنامج. لا هذاك العمل ديال الجمعيات، اما يعني الانشطه الرسميه اللي قام بها المجلس يعني كانت يعني ماشي في ديك. بغينا تكون قويه وبغينا تكون يعني متنوعه ويستافدوا منها جميع الشرائح ديال مدينه المحمديه، ونشوفوا التنوع ونشوفوا انشطه في مستوى مهم، سمعتيني؟ حتى على مستوى التنظيم بغينا شي حاجه اللي تكون تشرف مدينه المحمديه. للاسف كنلقاو بانه انشطه ضعيفه بزاف. اذا كنشكرك الاستاذ ماهر ونرجعوا الموضوع الرئيسي. مرحبا قلت انكم كتحضروا المجلس البلدي بخصوص القفف الرمضانيه بالمجلس. ما بغيناش نطيحوا في نفس المشكل اللي وقع في الدخول للمدرسه صراحه. نعم سمعتيني؟ انا كنعطي واحد الجرس ديال التنبيه، ربما انني ما خصنيش نقوم بهذا العمل، خصو يوقع في هذا، نوقعوا في هذا الخطا هذا باش تحمل المسؤوليه، ولكن من باب الجانب الانساني ومن باب اننا كنقوموا يعني كنقوموا بالعمل السياسي في اطار واحد الشفافيه وفي اطار حسن النيه، بغينا ان هذه القفف الرمضانيه اللي غتعطى تكون في المستوى المطلوب ديال الناس اللي محتاجه. وصل الى مسامعنا السيد سهيل ماهر على انه كل مستشار يعني غتكون ليه الحصه ديالو يعني 50 قفه، واش 50 هذه واش كافيه بالنسبه للمستشار اللي صراحه يعني كاين عدد كبير ديال الساكنه اللي صوتات عليه؟ هذا سؤال مهم. حنا ما تمش الاشراك ديالنا في التحديد ديال عدد القفف، حنا بحالنا بحالكم سمع. انا بالنسبه لنا حنا اللي في المعارضه يعني اللي وصلنا هو غادي تكون واحد 50 قفه لكل مستشار، سمعتيني؟ حنا الحمد لله غادي نسعوا اننا نشوفوا نقيسوا الناس المستضعفين لما هما في حاجه ماسه لهذ القفف. العدد ديال 50 في 43 يعني غتكون في 50 غتكون واحد 2950 قفه. المحمديه اللي محتاجه مع العلم ان مدينه المحمديه هادشي كيدخل في اطار استراتيجيه والعمل ديال السيد الرئيس، هو اللي كيتحمل المسؤوليه والمكتب ديالو، وربما انه لم يتم اشراك جميع مكونات الاغلبيه. انا كنشير لك هذه النقطه. يعني السنه الفارطه يعني كانت غادي تكون هذه القفف الرمضانيه ويعني يعني ما كانش ما تمش البرنامج ديالها. البرنامج ديالي ما كانش والان هذا يعني 50 قفه يعني شويه. انا كنقول لك انا في اطار المعارضه كنقوم بالواجب ديالي في حدود ما يسمحوا لي به. انا قلت لكم خص يكون تجويد فيما يخص القفه في العدد ديالها، ربما هما اللي كيحدوها. انا كنقول لك انا كاين الاخوان ديالنا مستشارين باش ندخل مسؤولي انه داخل الاغلبيه وما تمش الاشراك ديالهم في اتخاذ هذا القرار، هذا بمعنى انه قرار انفرادي ولا قرار محصور في عدد معين ديال المستشارين، واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المستشارين. اذا كنشكرك الاستاذ ماهر. مرحبا الاخ خالد. مرحبا الاخ خالد. شكرا على الانفتاح ديالك. لا مرحبا، احنا دائما موجودين باش نتواصلوا معك. شكرا. شكرا.